بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم بالدرس الثامن من الوحدة الخامسة. اليوم راح ناخذ الدرس السادس في كتاب النشاط، lesson 6 in the activity book AB exercise A. طبعا هذا على الودينج كاستمز. ودينج كاستمز تقدر تقرأ مرة ثانية وتأتي إلى هذا التمرين، أو ماكو داعي حتى تقرأ، لأن هذه راح نوصل الكلمات إلى تعاريفها. عندنا كلمات ceremony، wedding، bride، groom، mother-in-law، هن أخذنا المعاني في الدرس السابق اللي تتذكرهن. Number one، a formal event to celebrate a special occasion، هي ceremony يعني حدث رسمي للاحتفال بمناسبة خاصة. Two، the man who is getting married، الرجل الذي يتزوج اسمه groom. The mother of the person you marry، والدة الشخص الذي تتزوجه mother-in-law، من كلمة mother. The celebration when people get married، people get married يعني wedding. Five، a plant نبات that is used to decorate the skin or color of the hair، الذي يستخدم لتزيين الجلد والشعر، صبغ الشعر، حنة. The woman، بينما كان the woman who is getting married، the woman who is getting married bride. إذن هذه الحلول. Number one ceremony، two groom، three mother-in-law، four wedding، five حنة، و six bride. Next، B، answer these questions using information from the text، أجب على هذه الأسئلة مستخدما المعلومات في النص. تريد تقرأ مرة ثانية وتجي تجاوب أو تأخذ الإجابات مباشرة. Number one، in which country do people get married in group ceremonies، في أي بلد يتزوج الناس زواج جماعي؟ In the United Arab of Emirates، في الإمارات. 2، what are the bride's hands and feet often or often decorated with، بماذا يتم تزيين اليدين والقدمين للعروس؟ With حنة. 3، in Morocco where do the groom's friends take him before the wedding، في المغرب أين يأخذ أصدقاء العريس إلى أي مكان قبل الاحتفال بعقد القران؟ To the barbers. Why؟ To have his hair cut. 4، what do men do in a traditional Bedouin ceremony، ماذا يفعل الرجال في احتفالية البدو التقليدية عند الزواج؟ They dance with swords and whips، يحتفلون باستخدام السيوف والصوت. 5، what does a white dress symbolize in Iraq، إلى ما يرمز الثوب الأبيض في العراق؟ To purity. إذن هذه الأجوبة. B، the UAE. 2، حنة. 3، to the barbers، انقذ براحتك. The UAE. 2، حنة. To the barbers. 4، dance with swords and whips. و 5، purity. استاذ، هذه التمرين مشمول بالامتحان؟ طبعا هاي التمارين مشمولة بالامتحان، وتجيك نصا، تأتي لك نصا بالامتحان، بالإضافة إلى بعض الأسئلة اللي راح ناخذها عن هذا الدرس. أوكي، الآن نأتي إلى استخدامات some، few، either، both، more، all. هذه determiners، محددات. يوجد في الأسماء نوعان،
countable and uncountable noun. Countable noun يعني اسم معدود، 26 اسم معدود يعني يجمع. مثل كلمة book كتاب واحد نقدر نجمعهن two books, three books, four books. نضيف s s الجمع. شنضيف s الجمع هذه. ويوجد لدينا uncountable nouns أسماء غير معدودة مثل sugar الشكر, فلور الطحين, ووتر الماء, كوفي القهوة, تي إلى آخره. الكلمات اللي ما يصير تضيف لها حرف S ما تنجمع. عندنا كلمة few معناها قليل. few قليل تستخدم فقط مع countable nouns فقط مع المعدود. few books. some بعض تستخدم مع المعدود وغير المعدود. مع المعدود وغير المعدود. some ويا تستخدم مع الاسم المعدود يعني نضيف له s والاسم الغير معدود مثلا نقول some books some sugar. تقدر تستخدمه مع المعدود ومع غير المعدود. both اثنين كلا كل من اذا يستخدم فقط مع المعدود. او اشارة الى اثنين ممكن يكون اسمين معدودين ممكن اسمين غير معدودين مثلا both cake both pieces of cake كلا قطعتي الكعك. اذا لازم هنا يكون وياك عدد يعني both معناها كلا كل من اذا both تعني كلا اذا مع المعدود. all تستخدم مع المعدود وغير المعدود. all تستخدم مع المعدود وغير المعدود. زين either or شنو هاي either or معناها اما او اختيار بين شيئين. اما تشتري مثلا سيارة قديمة او سيارة حديثة مثال either or. كلمة more تستخدم مع المعدود وغير المعدود. more تستخدم مع المعدود وغير المعدود. الآن نأتي إلى هذا التمرين في كتاب النشاط. لاحظ الصورة رقم واحد عندنا سيارتين اثنيناتهم جدد. إذن both cars are new كلتا السيارتين جديدتين. Which one shall I buy? أيهما سأشتري؟ تو عندك تذكرة السينما وعندك دور يبدأ الساعة السادسة عصرا والساعة الثامنة مساء. Then we can go to the cinema either at 6 o'clock or at 8. أنت مباشرة من شوف كلمة or تعرف الإجابة هي either. I'd like some cake please. هنا طلب. I'd like some cake please. اريد بعض قطع الكيك. No actually I'd like them all. كلا اريد قطع القطع كلها رجاء. I'd like them all المفروض يا كلمة please. اذا هذا استخدامات هذه الكلمات. Some, few, either, more, all. شكرا لمتابعتنا. انتظرونا في درس قادم. مع السلامة.